وينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي أيضا الأستاذ كريم عبد السلام. أهلا بحضرتك أستاذ كريم. أهلا وسهلا. يعني كل سنة ومصر كلها طيبة بشرطتها وبشعبها وبجيشها بكل تأكيد. النهاردة في هذا الاحتفال وفي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا كلمة السيد وزير الداخلية من قبلها، يعني ما هي أهم ملامح الاحتفال في هذا العام؟ كل سنة ومصر بشعبها وقيادتها طيبة وبألف خير وفي أمن وأمان بفضل تضحيات رجالها البواسل في الجيش والشرطة. هذا أولا. ثانيا أنه هذا اليوم يوم مجيد في تاريخ الشرطة المصرية الباسلة، لأنه بيصل بطولات الحاضر بالماضي وبيشير إلى استمرار هذا السلسال الأبي القادر على حماية تراب مصر وحماية شعبها وحماية استقرارها وأمنها. احنا النهاردة لما بيجي عيد الشرطة لابد أن نتذكر كمية التضحيات الهائلة التي قدمها هؤلاء رجال البواسل من أجل أن نحيا نحن في أمان واستقرار. الرئيس السيسي قال جملة النهاردة أنه لم تكن مصر لتمضي على طريق التنمية الكاملة لولا هذا الثمن الكبير الذي دفعه الرجال، هذا الثمن من دماء وتضحيات أبطال الشرطة المصرية، هذا الثمن الذي دفعه الرجال بدمائهم وأرواحهم عن طيب خاطر وعن إيمان راسخ بأهمية الدفاع عن الوطن وأهمية التضحية من أجل الشعب وأهمية أن يظل هذا الوطن مصر العزيزة الغالية رايتها خصاصة وعصية على أي فوضى وعصية على أي اعتداء خارجي وعصية على أي مؤامرات من الخارج وعصية على قوى الشر الذين كانوا يتخلصون بنا. نتذكر كيف قدم رجال الشرطة أرواحهم بتجرد شديد في العمليات، مواجهة العمليات الإرهابية ومواجهة القنابل المفخخة التي كانت تزرع في وسط المدنيين وفي المصالح الخاصة والمؤسسات العامة. نتذكر كيف كان يتقدم رجال الشرطة لتفكيك هذه المفرقعات وهم لا يهبون الموت، وكذلك يواجهون كل أشكال الإرهاب الأسود في سيناء وعلى الحدود الغربية وفي الداخل وفي المصالح العامة والخاصة. رأينا أيضا كيف استطاع رجال الشرطة أن يقدموا أعلى مستوى من التأهيل والتحديث وفق استراتيجية التحول الكبيرة نحو استخدام التكنولوجيا في مواجهة كل أشكال الجريمة وليس فقط الإرهاب. رأينا كيف استطاع رجال الشرطة أن يقدموا نموذجا في الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية وأشكال الجريمة المنظمة وتجار المخدرات. صحيح. وكل أشكال في هذا الصدد. يعني أستاذ كريم، هل يعني تعتبر مصر أنها دفعت بأبنائها ثمنا باهظا في المنطقة للتصدي للإرهاب وفلول الإرهاب في السنوات الماضية، أو بمعنى آخر هل حاربت مصر أيضا نيابة عن المنطقة في السنوات السابقة؟ لو نتذكر قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة إننا نواجه الإرهاب نيابة عن المنطقة كلها وليس فقط منطقة المنطقة العربية بشكل أوسط، ولكن نيابة عن المنطقة التي تمتد إلى جنوب أوروبا أيضا، المنطقة المتوسطية، لأن الإرهاب ينتقل سريعا وينتقل عبر مسارات غير تقليدية وينتقل عبر البحر المتوسط إلى أوروبا نفسها. وبالتالي فإن الدولة المصرية وقفت حائط صد كبير أمام فلول الإرهاب المدعوم سياسيا من بعض قوى المنطقة لكي
نوقف هذا المد الأسود ونردعه ونجفف منابعه. وأتذكر أيضا أن في كل مرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتفعيل المفهوم المصري لمواجهة الإرهاب، وهو مفهوم شامل يقوم على مواجهة ليس فقط طلائع الإرهابيين الذين يقومون بالأعمال الإجرامية والإرهابية، ولكن من وراءهم ومن يمدهم بالسلاح والمال ومن يوفر لهم ملاذات آمنة ومن يعالج جرحاهم. هذا المفهوم الشامل الذي يقوم يعني على هل استشعرت مصر أستاذ كريم قبل الجميع خطورة الإرهاب، بينما كانت فلول الإرهاب في الخارج تحاول جعل الأمر كما لو كان يبدو محاربة ليست للإرهاب ولكن لحقوق الإنسان، ومحاولة افتعال تشابك ما بين المفهومين، مفهوم حقوق الإنسان وأيضا مكافحة الإرهاب؟ الدولة المصرية كانت تقف وحدها وتقاتل وحدها كل أشكال الإرهاب الأسود، بدءا من العمليات المسلحة والعمليات المفخخة التي تقوم بها طلائع الجماعات الإرهابية المتطرفة والمرتزقة الدوليين الذين كانوا يتسللون عبر المدقات والطرق غير الشرعية. ثانيا، مواجهة الإرهاب المتمثل في الحروب النفسية والشائعات والفبركات من خلال منصات موجودة في أوروبا وموجودة في دول خارج الحدود لنشر روح الإحباط واليأس بين المجتمع وبين المصريين. ثالثا، أشكال الحروب الجديدة، الحروب الجيل الرابع الجديدة التي تقوم على استهداف المؤسسات الاقتصادية، وهي تسمى الحروب السيبرانية التي يقصد بها هدم مؤسسات الدولة دون بشكل خفي من خلال. وأيضا هنا وزارة الداخلية أستاذ كريم هي المنوط بها التصدي لهذا النمط أيضا من الحروب، حروب الجيل الرابع. كيف تصدت في السنوات السابقة إذن؟ من خلال أكبر عملية تطوير وتحديث وميكنة لكل الأجهزة الشرطية، بحيث نتحول من متابعة المجرم إلى ردعه بضربة وقائية. استطاعت الأجهزة الشرطية من خلال استراتيجية جمع وتوظيف وتحليل المعلومات وفق التكنولوجيا العالمية الحديثة، من التوصل إلى استراتيجية رادعة للعمليات الإرهابية والعمليات الإجرامية المنظمة والعمليات التي تستهدف مؤسسات الدولة أو ما يعرف عليها أو ما يعرف بجرائم الجرائم السيبرانية. وهي هذا التطور الكبير الذي طرأ على أجهزة خدمات الأجهزة الشرطية فعلا، وقد أشار له السيد وزير الداخلية وأشار أيضا إلى التطوير التقني أو التكنولوجي إلى جانب أيضا تطوير العنصر البشري. إلى أي مدى استطاعت وزارة الداخلية في عيدها هذا؟ إن توقفنا وقفة أمام منجزاتها وعمليات التحديث والعمل أيضا على العنصرين البشري والتقني، إلى أي مدى استطاعت أن تنجز ما هو مطلوب منها لمواكبة الدول الأخرى المتقدمة؟ يمكنني القول بدون مواربة ومجاملة أن الأجهزة الشرطية استطاعت أن تتفوق على كثير من الدول المحيطة في المنطقة المتوسطية ومنطقة الشرق الأوسط في مسار المواجهة المعلوماتية والمواجهة الاستباقية للعمليات سواء الإرهابية أو الجريمة المنظمة أو الجرائم السيبرانية أو حتى الجرائم العادية سواء تجارة المخدرات وغيرها. لم تكن جهود الأجهزة الشرطية
عشوائية ولكنها كانت مخططة وفق استراتيجية متكاملة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد كل مؤسسات الدولة للأخذ بآخر الأسباب التكنولوجية والتقنية، لأن الحروب الحديثة على كافة المستويات تتطور بسرعة وتستخدم كل تقنيات حديثة، التكنولوجيا الحديثة. وعلى ذكر نعم تفضل. وبالتالي كان على الأجهزة الشرطية أن تقوم بأكبر عملية تطوير وتدريب وتأهيل لعناصرها، سواء بعناصر العمليات المواجهة المباشرة أو عمليات جمع المعلومات أو عمليات تحليل المعلومات، للتوصل إلى استراتيجية استباقية لضرب كل الأهداف المحتملة التي تهدد عناصر الأمن الوطني المصري. طيب، وعلى ذكر أيضا أستاذ كريم التطور التقني وتطوير المنظومة التقنية أو التكنولوجية في وزارة الداخلية هي على مستوى الدولة حقيقة، ولكن نحن نتحدث الآن عن وزارة الداخلية وما أيضا ذكره السيد وزير الداخلية من أيضا تطوير هذه الخدمات لتكون عديدة يعني تيسيرا على المواطن، والاستخدامها أيضا بالنسبة للمواطنين في تيسير إجراءاتهم والتعامل أيضا. نعم، في نعم. هناك مسارات عديدة نلمس من خلالها التطور الكبير الذي أنجزته الأجهزة الشرطية ووزارة الداخلية على خدماتها. إذا أردنا مثلا قطاع الخدمات المدنية، أي مواطن يمكن أن يستخرج وثيقة أو رخصة أو بطاقة، صحيح، أي شكل من أشكال عن طريق الإنترنت، يعني مش لازم يروح. يعني طرأ عليها تطورا كبيرا جدا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت معظم هذه الخدمات سريعة ومميكنة، ويمكن أن تسهل على المواطن وتوفر له وقتا طويلا. على مستوى دعم المشروعات الوطنية، رأينا كيف أسهمت وزارة الداخلية وأجهزتها عبر شركات أمان للأمن الغذائي، كيف وفرت على كثير من المواطنين، صحيح، مواجهة الغلاء ومواجهة مثلا التضخم بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وهذا إسهام من وزارة الداخلية في دعم السياسة الرامية إلى التسهيل على المواطنين وتوفير السلع الأساسية. أيضا على مستوى الجريمة الجديدة، نرى أن قطاع الأمن السيبراني يشهد بطولات ربما لا يعلن عن معظمها في وسائل الإعلام، ولكن يشهد بطولات في ردع ومنع كثير جدا من الجرائم والمجرمين الذين يستهدفون المؤسسات والمصالح العامه والخاصه، وليكن مثلا في قطاع البنوك مثالا واحدا. نعم. على ذلك اشير فقط الى ان الامن يعرف برصيده، يعني الاستقرار الحادث الان، الحياه السهله التي نحيا بها دون اي تهديد، سواء على الطرق، سواء على الحدود، سواء على، صحيح، المؤسسات. هذا الاستقرار يعرف بالجهد الأمني الكبير المبذول. صحيح صحيح أستاذ كريم. نعم تفضل يا فندم. أن مثل هذا الاستقرار لا يعني أننا لا نتعرض إلى مخاطر وهجمات، ولكنه لا يعني بالتأكيد علينا أن نستمر كما نحن وربما أكثر يعني جهدا. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي، كنت معنا على الهواء مباشرة.